اعزائي المشاهدين في برنامجي الجديد. النهارده الخلطه بتاعتي هتتكلم عن الخلطه الايطاليه واللي هنحتاج فيها الفلفل الرومي. هنقطعه كيوبس. حلمكم تصيروا نجوم على فتافيت ويكون عندكم برنامجكم الخاص؟ فتافيت ستار شيف راجع بحل جديده وحيحقق لكم الحلم. وبعد ما كل الخضار اتقطع يا جماعه لازم نخلي بالنا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. لازم نخلي بالنا كويس جدا. ورق عنب لازم تبقى مظبوطه. زوروا الموقع فتافيت.com/starchef لتعرفوا تفاصيل اكثر وتشاركوا بالمسابقه.